الإيقاف الفوري للاقتتال في عدن وجميع المناطق التي يجري فيها القتال، والشروع فوراً في تسليم السلاح من الميليشيات المسلحة لأنصار الله والقوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية اجتياح عدن والمناطق الأخرى، ومن اللجان الشعبية المسلحة وانسحاب ميليشيات أنصار الله والقوات الأمنية والعسكرية المساندة لهم من عدن والمناطق التي تم اجتياحها والسيطرة عليها بالقوة. الإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية والقتالية لتحالف ما يسمى بعاصفة الحزم، ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على اليمن لتأمين حرية الانتقال للأفراد والخدمات والسلع غير الممنوعة، من مع ضمان عدم وصول أي أسلحة ومعدات عسكرية لأنصار الله والجماعات المسلحة والرئيس السابق. يشرف على وقف العمليات العسكرية والاقتتال وتسليم الأسلحة قوات عسكرية وأمنية يشكلها أمين عام مجلس الجامعة مجلس جامعة الدول العربية بالتشاور مع رئيس الحكومة، تضم عسكريين وأمنيين يمنيين ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد. يا رجل اقتص مالك، أنا مش